لولەی چەکەکان بێدەنگ بوون. هێزە عێراقیەکان ناوەندی شاری تەلعفەریان بە تەواوەتی کۆنترۆڵ کردووە و سەرکەوتن و کۆتایی داعش ڕاگەیەنرا. قەڵادرینەکەی تەلعفەر کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی عوسمانیەکان ئێستا هێزەکانی حەشدی شەعبی تێیدا جێگیر بوون. الآن في منطقة القلعة وهذه هي القلعة وهذا السور مال القلعة. إما يسأل نوتشي قلين أو قلاكي أوش ديواري قلاكي بل لدو روج إما جيشي نام شونا بأما دباشيشي برزو كنترول منكر بوريس باو فرقي نو قارمانا كان اللواي علي أكبر وفرقي عباسي جنجي وفرقي إمام علي وهمو براني بالوانا نسبي عراق همو هس أمنكان كلام أوبراسيون دباش داربون كل شاركت في هذا المحافظة. الآن إحنا في القلعة. داعش كلوبلو تقمنيكي زوري لناو تلعفر لدواي خوي بجيهشتوا. يساهز عراقي كانو حشد شعبي سرقالي كنوب شكنينن بدواي باشما وكان داعش لو شاروسكيا. هذه العجلة اللي لقيناها في مطار. أم أوتومبيل مان لتلعفر دوزيو أو أوتومبيل كي بمرشكرابو بريان مان لتيمي اندازياري وفرقي عباسي جنجي توانين بتخيرنو هندي كالوبالي ترمان دوزي وتو بلام هم تيكش كدراب بس الآليات تدمرت بالكامل ببي قصي فرمانديكي حشد شعبي دواي دركرني داعش اساس سي لواي بوليسي فيدراليو سباو حشد شعبي كان لخلقاني نوتشكا بيكاتون دياري كراون بو باراسني تلعفرو وردبيني كردن لناوي هلاتواني داعشو كار كردن بو قران نوي آواركان.